السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي الطلاب وطالبات الصف الثاني الإعدادي. اليوم سنتناول درسا جديدا من دروس القراءة بعنوان نصر أكتوبر العظيم. طبعا احنا عارفين إن يوم 6 أكتوبر من أهم الاحتفالات اللي بيحتفل بيها شعب مصر بسبب الانتصار العظيم على على الجيش الإسرائيلي. طيب ده يعتبر آخر درس قراءة عندي في القصة بتاعت منتصر ومجاهد. طيب الدرس بدأ بيقول لي: الصمت يلف المكان، الساعة تقارب الثانية ظهرا، يخرج المارد المصري من قمقم. طيب كلمة يلف المكان معناها يحيط بالمكان. المارد المصري يقصد به الجيش المصري. القمقم ده هو وعاء من النحاس له فوهة ضيقة. وعاء من النحاس له فوهة ضيقة، ويقصد به المخبأ، مخبأ الجيش أو مكان أو مكان الجيش. طيب بيقول لي: انطلقت نسور الجو تعبر القناة وتصاحبها طلقات المدفعية. يبقى بداية الحرب بتاعتنا ان نسور الجو اللي هو الطيران المصري اخذ يعبر القناة ومعه طلقات المدفعية. طيب كان الطيران بتاعنا والمدفعية بتاعتنا بيعملوا اول حاجة تدك حصون العدو والقلاع، يعني تدمر الحصون بتاعت العدو والقلاع. تاني حاجة شرع الجنود البواسل ينشئون جسور العبور. الجنود بتوعنا بدأوا يعملوا الجسور اللي هنعبر عليها الجيش بتاعنا للضفة الأخرى من القناة. وانطلقت صيحاتهم هادرة يعني شديدة: الله أكبر الله أكبر. إنه يوم 6 أكتوبر عام 1903 وكام؟ و70، عام 1973. يبقى الحرب بدأت إن الطيران بتاعنا والمدفعية أخذت تدق حصون العدو وقلاعه، وبدأ الجنود ينشئون الجسور للعبور عليها. طيب تعالوا نشوف مع بعض كده أهم اللغويات اللي عندنا: يلف يملأ، المارد العملاق وعكسها الضئيل، القمقم وعاء من النحاس، نسور الجو المراد الطائرات، تدك معناها تهدم وتدمر، شرع معناها بدأ وعكسها أنهى، البواسل الشجعان وعكسها الجبناء، ينشئون معناها يبنون ويشيدون وعكسها يهدمون، هادرة قوية أو شديدة وعكسها ضعيفة. طيب أهم الأسئلة اللي عندي: متى انطلق الجنود البواسل لمقاتلة الأعداء واسترداد سيناء؟ في تمام الساعة 2 ظهرا يوم 6 أكتوبر عام 1903 وكام؟ و70. وضح كيف تعاونت القوات المصرية لتحقيق النصر في 6 أكتوبر. هقول له: انطلق الطيارون يعبرون القناة وتصاحبهم طلقات المدفعية، تدك حصون العدو وقلاعه، وبدأ الجنود البواسل ينشئون جسور العبور. طيب الله أكبر الله أكبر صيحة لها تأثير السحر على الجنود المصريين وعلى العدو. وضح زي يعني عايزين أثر الصيحة على الجنود المصريين وعلى العدو. طيب على المصريين كانت تبارك المسيرة، وعلى الأعداء كانت تزلزل الأرض تحت أقدام العدو، وجعلت الجنود يفرون هاربين أمام الزحف المقدس. طيب بعد كده بيقول ايه: كان منتصر من أوائل الطيارين الذين حلقوا بدارتهم لدك حصون العدو والقضاء على مناطق تجمعاته وتحطيم مراكز قيادته، وفي غضون 6 ساعات رائعة تم النصر ورفرفت أعلام مصر فوق سيناء. وبعدها بأسبوع استأذن المنتصر قائده لأداء مهمة خاصة. طيب تعالوا كده نشوف أهم اللغويات اللي عندنا: حلقوا طاروا وارتفعوا عكسها هبط، دك هدم وعكسها بناء وتشييد، تحطيم تدمير وعكسها إصلاح وتطوير، غضون خلال ومفردها غد، رفرفت تحركت وعكسها سكنت، أداء تنفيذ وعكسها تقاعس. طيب أهم الأسئلة: ما دور منتصر في معركة العبور؟ كان منتصر من أوائل الطيارين الذين حلقوا بطائرتهم لدك حصون العدو والقضاء على مناطق تجمعاته وتحطيم مراكز قيادته. كم استغرق النصر على العدو؟ ومتى استأذن منتصر من قائده ولماذا؟ طبعا النصر استغرق 6 ساعات بعد، واستأذن منتصر من قائده بعد الحرب بأسبوع. ولماذا؟ السبب طبعا ليطأم من الذئب الذي قتل زميله مجاهد. طيب تعالوا نشوف
ازاي منتصر هيثأر لزميله مجاهد؟ طبعا زي ما قلنا ان هو استأذن من قائده لأداء مهمة خاصة. ايه هي المهمة دي؟ يثأر من الذئب الذي قتل مجاهد. فعمل ايه؟ أخذ طائرة وقاد أحد زملائه الطائرة وظل منتصر يشحذ ذاكرته حتى ظهرت له المنطقة التي سقط فيها هو ومجاهد من ايه؟ من قبل. يشحذ ذاكرته يعني بيقوي ذاكرته. فأشار لصديقه بأنه سيهبط وهبط منتصر متأبطا مدفعا رشاشا، متأبطا يعني واضعا تحت أبطيه، ولمح الكهف الذي اختبأ به من قبل وجلس خلف تل رملي منتظرا قدوم الايه؟ الذئب. وسرعان ما برز الذئب تصحبه مجموعة من الذئاب، برز يعني ظهر، ورفع الذئب رأسه كما رفعها في أول مرة ثم خفضها. في اللحظة ذاتها انطلقت رصاصات مدفع منتصر لتخترق جسم الذئب معللة أنه لم يرفع رأسه مرة أخرى. يبقى الذئب زي ما هو متعود كده رفع رأسه وتوسطت قرص الشمس، في نفس ذات اللحظة انطلقت رصاصات من مدفع منتصر الذي كان منتظرا الذئب لتخترق جسم الذئب معللة أن هذا الذئب لم يستطيع أن يرفع رأسه مرة مرة أخرى. ووقتها رفع منتصر رأسه متمتما بفرحة غامرة، يرحمك الله يا مجاهد، متمتما يعني متحدثا بصوت مهموس بسيط، وخيل له أنه يرى ابتسامة على قرص الشمس الأحمر. تعالوا كده نشوف أهم اللغويات. يشحذ يقوي، متأبطا ممسكا بالشيء تحت إبطيه، تصحبه ترافقه عكسها تفارقه، تخترق تمزق، والمراد تنفذ. متمتما متحدثا بصوت مهموس، وبرز يعني ظهر وعكسها اختفى. غامرة المراد شديدا. أهم الأسئلة: ما المهمة الخاصة التي استأذن منتصر قائده من أجلها وكيف أداها؟ المهمة أن يقوم بقتل الذئب الذي قتل زميله مجاهدا. أداها إزاي؟ قاد أحد زملائه الطائرة وحين ظهرت له المنطقة التي هبط فيها من قبل أشار لصديقه بأنه سيهبط وهبط متأبطا مدفعا رشاشا وجلس خلف التل الرملي. وعندما ظهر الذئب ورفع رأسه نحو قرص الشمس ثم خفضها أطلق عليه منتصر رصاصات مدفعه لتخترق جسمه. بما شعر منتصر بعد قتله للذئب ولما دعا لمجاهد وماذا خيل له؟ تاني كده: بما شعر منتصر بعد قتله للذئب وبما دعا لمجاهد وماذا خيل له؟ شعر بفرحة غامرة، دعا لمجاهد بالرحمة قائلا يرحمك الله يا مجاهد، وتخيل أنه يرى ابتسامة صديقه مجاهد على قرص الشمس الأحمر. أخذ منتصر بثأر وطنه وصديقه، وضح ذلك. وطنه فقد أوقع بالعدو هزيمة ساحقة، فحطم قلاعه ودك حصونه وحقق النصر للوطن. أما لصديقه أنه تمكن من قتل الذئب الذي افترس صديقه مجاهد. طيب عندي سؤال مني، ممكن ماذا كان سيحدث لو لم ينتصر الجيش المصري في حرب أكتوبر؟ تخيلوا كده لو الجيش المصري انهزم ولم ينتصر في حرب أكتوبر، كان إيه اللي هيحصل؟ طبعا لظلت سيناء تحت الاحتلال وشاع الحزن في جميع قلوب المصريين. طيب دلوقتي معنا مع سؤال المتفوقين. السؤال بيقول ايه؟ ما دور منتصر في حرب اكتوبر؟ تاني كده: ما دور منتصر في حرب اكتوبر؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.